مساء الخير، سعيد بالتواجد في هذا المحفل الخاص، سعيد كذلك أن أحظى بشرف ومهمة تقديم كلمة حول الاسم الذي يحمل فوج 25 اللي هو الذكرى الفضية لتأسيس المعهد، أن يحمل هذا الفوج اسمه والذي سيبقى خالدا في ذاكرة الطلبة، الزملاء والزميلات، الطلبة والطالبات. الحقيقة أنه ما يهمني في هذه اللحظة هو أن أقدم نوع من أطرقة مختصر حتى نلتزم بشروط المهنة، ونحن في معهد الصحافة لابد أن نلتزم بواحد من الأجناس الصحفية وهو جنس البورتري. أن أقدم بورتري مختصر حول هذا الاسم الذي تحملون اسمه كفوج، وهو الدكتور سعد الدين العثماني، الذي أحييه وأشكره أولا على شجاعة قبوله أن يحمل فوجكم اسمه، وأنا أعرف ما أقول. طبيعة المسؤوليات السياسية على مستوى الدولة وعلى مستوى الجسم الحزبي، ومعمدان السياسة المغربي هو معمدان ماشي سهل، صعب جدا. السياسة المغربية هي سياسة سخونة بزاف، فبالتالي أنا أشكره. الحقيقة أن ما أود أن يبقى راسخا في ذهنكم وذهنكم جميعا ليس فقط سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المسؤول الحزبي السياسي، المسؤوليات على المستوى العمومي على مستوى الحكومة وغير الحكومة، المسؤوليات السياسية عموما أنا أؤمن أنها هي مسؤوليات عابرة، لكن ما يتبقى هو قيمة الإنسان، وما سأحاول أن أقدم لكم ملامح عنه هو قيمة الإنسان المغربي الذي اسمه سعد الدين العثماني. سعد الدين العثماني كيحمل على كتفه واحد الإرث ثقيل، هذاك الإرث هو إرث العائلة. المختار السوسي في المأسول اللي هو يعتبر واحد من أهم المراجع في التاريخ للذاكرة المغربية على الأقل في الجنوب في سوس، تيقول واحد الجملة أعتبرها هامة جدا وخطيرة في الآن نفسه، وهو مخصص بالمناسبة 200 صفحة ضمن الجزء السابع ديال المأسول لعائلة العثماني، وتيقول لأنه هناك عائلتان في المغرب فقط توارثتا بامتداد للزمن، وأشار هو على أنه يمتد على 1000 سنة، هما عائلة الفاسي وعائلة العثماني. هاتين العائلتين توارثتا العلم في المغرب لمدة 1000 سنة، وهنا الثقل ديال ما يحمله هذا الرجل على كتفه من إرث عائلي. أكثر من ذلك، طفولتي وأنا أنتمي إلى الجنوب المغربي إلى منطقة سوس إلى منطقة تشلحيت إلى منطقة أمازيغية، طفولتي بقيت مسكونة فضائنا العائلي بالمذياع وبصوت فقيه كان ممنوعا، وأقول كان ممنوعا علينا نحن كأطفال في العائلة أن نتحدث أو نشوش حين يبدأ برنامج اسمه الحديث الدين، حديث الدين الذي يقدمه العلامة الفقيه محمد العثماني. محمد العثماني هو والد سعد الدين العثماني. هذا الرجل كان يؤمن وكان مدرك لأهمية الإعلام، وبالتالي كان ينتج لسنوات طويلة أكثر من ما بين 15 إلى 20 سنة وهو ينتج برامج إذاعية دينية قد تصنف على أنها دينية، أنا أسميها برامج تربوية معرفية أخلاقية في إذاعة أكادير الجهوية وفي الأمازيغية وفي الإذاعة الوطنية بالرباط القناة الأمازيغية الفقرة ديال تشلحيت. فبالتالي هذا الرجل كان منخرطا في الشأن الإعلامي. هذا الرجل كذلك كان من أكثر المدافعين على شيء اسمه الثقافة الأمازيغية، ومن سنوات باكرة قبل بروز موجة جديدة كان يدافع، وهذا ما يجب أن نتعلمه اليوم، وهذا ما يجب أن تتعلموه أنتم كذلك كزملاء وزميلات إعلاميين وإعلاميات،
أن المسألة الأمازيغية ليست أبداً مسألة إشكال في المغرب، ليست أبداً مسألة اصطفاف هوياتي أو فئوي، بل هي في الأول وفي الأخير جزء من الهوية المغربية، وأن العمق ديالها هو عمق ثقافي. وهذا الرجل كان يدافع للحفاظ على هذه الهوية، على هذه الخصوصية الثقافية اللي تشكل رأس مال أساسي ضمن الهوية الوطنية للمغاربة. فهذا هو والد سعد الدين العثماني. محمد العثماني عمه كان شاعرا وأديبا، أكثر من ذلك جده عبد الله بن محمد العثماني هو مؤرخ، ويعتبر من أحسن من امتلك فطنة التدوين، بدل أن تبقى المعرفة تتوارث فقط بالشفوي. هذا من المؤرخين الذين المغاربة الذين بدأوا التدوين في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، اللي ممكن أن يصنف انطلاقا مما تركه من أثر، يمكن أن يصنف على أنه في قيمة المؤرخ المغربي الناصري صاحب كتاب الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى. وترك لنا ثروة، والعائلة تركت لنا ثروة أصبحت تسمى اليوم في سوس الخزانة العثمانية. فبالتالي الاسم الذي تحملونه أو يحمله فوجكم ليس اسما عاديا، بل هو اسم ينتمي إلى معنى من معاني تمغربيت في الحفاظ على المشترك الوطني وفي إعلاء قيمة المعرفة وقيمة الأخلاق. الدكتور سعد الدين العثماني ما أكبره فيه صراحة هو أنه واحد من المسؤولين السياسيين الذين انخرطوا في الشأن السياسي الحزبي بمراحل متعددة، من العمل الجمعوي إلى العمل الطلابي إلى العمل الجمعوي إلى العمل الحزبي إلى المسؤولية الحكومية إلى آخر المسؤولية البرلمانية ثم المسؤولية الحكومية، لكنه من السياسيين المغاربة الذين امتلكوا مكرمة الكتابة، وهذا شيء للأسف قليل ونادر عندنا في المغرب. ساستنا زعماؤنا السياسيون يخاصمون الكتابة، إن لم أقل أحيانا يخافون من الكتابة. هذا الرجل ما أكبره فيه صراحة من موقعه كمواطن مغربي في الأول وفي الأخير، أنه من موقعه كرجل سياسة انتصر للكتابة وللتدوين، وامتلك جرأة أن يعبر عن رأيه فقهيا دينيا سياسيا في أمور شائكة لا تعني المغربي فقط، بل تعني الفرد العربي المسلم أمام تحديات الحداثة وأمام تحديات الانتماء إلى الزمن العالمي الذي أصبحنا ملزمين بأن نتصالح معه ما بعد صدمة الاستعمار. فأنا أحييه صراحة على هذا الأمر. الشيء الثاني هو أنه زاوج بين التكوين الطبي العلمي، وهو طبيب في علم النفس، طبيب نفساني، بكل ما يتطلبه ذلك من اجتهاد ومن صبر ومن سنوات طويلة من الدراسة، وزاوج في الآن نفسه بالوفاء لذاكرة العائلة وللمدرسة التي يصدر عنها وهي الدراسات الفقهية، فحاز أيضا دبلوم دراسات عليا في مجال الدراسات الإسلامية من دار الحديث الحسنية. فهذه المزاوجة أنا أعتبرها ترجمان على معدن الرجل، على صلابة شخصيته الذهنية والمعرفية والسلوكية. الدكتور سعد الدين العثماني كذلك سعدت أنني جمعتني معه سفريات، ربما يتذكر حين سافرنا إلى صنعاء اليمن 96، حين سافرنا إلى تونس والتقينا في مناسبات متعددة. وهو من الرجل الذي كان دائما يحسن التواصل مع كل الأطياف السياسية في المغرب من موقع الخصوصية ولكن تحت المشترك الوطني. وأنا أذكر نقاشات مع المرحوم الحبيب الفرقاني، مع سي سعيد بن سعيد يتيدر وغيرهم، اللي هم ينتمون إلى عائلات سياسية من اليسار وإلى عائلات سياسية عمليا يعتقد على أنها على النقيض من الانتماء السياسي ديال سي سعد الدين العثماني، بينما المشترك الوطني هو اللي يعطي هذيك ممكن نسميه الخصوصية ديال تمغربيت. تمغربيت صدقوني هي في أننا
نمتلك مكرمة أن نتوافق على المشترك الوطني وأن نختلف في الاجتهاد للوصول إلى هذه المشترك الوطني. ونعتقد هذا مكتسب للمغرب، لا يكون صراحة لا يكون إلا للجماعات البشرية اللي عندها واحد العمق في التاريخ، واحد العمق في الحضارة، وعندها معنى ديال الدولة قديم. وأنا أعتقد هذا المكتسب هو الذي يجب أن نحافظ عليه مغربيا. وصدقوني زملائي وزميلاتي طالبات وطالبات الفوج 25، يجب فعلا أن تفخروا أنكم تحملون اسم الدكتور سعد الدين العثماني، اعتبارا لكل هذه الأشياء التي سبق وقلت. وشكرا لكم.